تعالوا نعمل بانكيكس محشية شوكولات سبريد، لازم تجربوه. أول حاجة هنجيب أي شوكولات سبريد بتحبوه، نفرده بالشكل ده على صينية فوقيها ورق زبدة، بعد كده ندخلها الفريزر تجمد. بالنسبة للبانكيكس هنستخدم بانكيك ميكس من دكتور أوتكر. كل اللي محتاجين له بيض، زيت، مية والبانكيك ميكس، نقلبهم كلهم في بعض. كده كل حاجة جاهزة. هنجيب طاسة نرش فيها حبة زيت، ناخد شوية من البانكيك ميكس، نطلع الشوكولات من الفريزر ده شكلها لما بتجمد، نحطها في نص البانكيك، نغطيها بانكيك ميكس تاني. بعد كده هنقلب البانكيكس على الوش التاني، وأول ما تستوي ده هيبقى شكلها لما تقسموها نصين. ممكن تقدموها مع فاكهة لو حابين، جربوها وقولولي رأيكم. وهم يا جماعة